وانا بس اللي انا عم فكره هو انه الله اللي انت عم تنفذ له الامور اللي بده اياها بيقبل انك تعتدي على محل تخبط عالم فيه وتخوف هالقد عالم. كنا كل الوقت عيننا على الشارع عم نجرب قد ما فينا نكون عم نعمل كل شيء بشكل آمن. كان فيه تردد وكان فيه خوف، بس كمان التطمينات يلي كانت عنا هو انه عم نعمل هيدا العرض بمكان آمن، بشارع آمن. امبارح كنت موجود بمقهى او باب اسمه مدام اون، اللي هو مفروض معروف انه هو مقهى صديق لافراد مجتمع النمهان. ابيرنتلي نحن وكنا على الستيج قطع كذا حدا بلشوا يتطلعوا هيك، وقفوا بلشوا يتمنيكوا، عفوا على الكلمة، فمن برا قالوا لهم بليز اعملوا معروف روحوا، ممنوع تصوروا. وقالوا لما شافونا على الستيج انه رح نروح بلا عدين رح نرجع مع عالم اكثر. وطلعنا على الستيج انا وماي فيلو دراج كوين اميجريشن وقلنا له للعالم انه we're very sorry بس we have for the safety wise we'll have to cut the show short، ومضطرين نحن هلأ ننزل عن الستيج. ظهرنا من باب المحل وبعدنا عم نظهر في هاللحظات، بغضون لحظات قليلة بيهجموا هالمجموعة، بيضربوا كل شيء. في أشخاص برا بيتعرضوا لضرب مبرح، في أشخاص تأذت، في كدمات ظاهرة على وجوه هالأشخاص، وبحاولوا يقتحموا المقهى بيحاصروه. على لحظات قليلة قدرنا نسكر باب المقهى وما قدروا يفوتوا، بس مجرد لحظات أنقذت حياة كتير ناس، لأن هول الأشخاص كان معهم فرودة. أنا ولطيزة اضطرينا نتخبى بمحل مقفي، بس هو على الشارع فعلياً، بس كنا حاطين مثل ستار أو بردية سوداء، بس هيدا الشيء الوحيد، العزل الوحيد اللي كان بيننا وبينهم. اضطرينا ننام على الأرض ونحط مثل حرامات فوقنا إذا إجوا ما يقدروا يشوفونا. يعني كنا عم نشوف their footsteps أو إجريهم عم يمشوا حدنا، وكنا عم يعني ما كان في أعصاب، كنا خلص محضرين لأسوأ الأحوال. وما كنا عم نقدر نحكي ولا حتى كنا عم نقدر نتنفس، لأنه كان في جنود الرب دغري نص متر حدنا قاعدين عم بعيطوا إنه هيدي أرض الله ونحن ما بنسمح بهيدا الشيء. وأنا بس اللي أنا عم فكره هو إنه الله اللي أنت عم تنفذ له الأمور اللي بده إياها بيقبل أنك تعتدي على محل تخبط عالم فيه تكسره وتخوف هالقد عالم. هيدا الرب اللي أنت بتدعي أنك بتسمع حكيه منه الله اللي أنا بآمن فيه بالعربي المشبرح. هيدا اللي صار بالضبط، قعدنا 40 دقيقة أو أكتر من 40 دقيقة على إجرينا نحن وإن فول دراج، ما معنا تياب لنقدر نشلح، اضطريت شيل ميك اب بمي ومحاري محف على وجهي لينشال، بينما برا في ساحة معركة الجنود الراب عم بيخبطوا بالعالم اللي كانت جوا وعم بيجربوا تو بريك ان ويكسروا المحل. أما بالنسبة لدور القوى الأمنية أو الدرك، هن انوجدوا ظهروا بوقت من الأوقات، بس كان دورهم هو انه يتفرجوا على جنود الرب هن وعم يضربوا ويتعرضوا لفظيا وجسديا ويصوروا الاشخاص اللي تعرضوا لهم. هو الامنيه شافت اشخاص عم تنضرب وما تصرفت، حاولوا يتعاطوا مع جنود الرب وكانهم هن مجموعه اخويه صلاه، اخويه محبه، بينما فعليا هن كان معهم سلاح وكانوا هجمين وعم بيحاولوا يعتدوا على على املاك خاصه وعلى افراد. كان عم بيحاولوا يحاولوا الأشخاص اللي كانوا مرهونين جوا، وحاولوا يلاقوا شيء علينا، حاولوا يلاقوا شيء على المقهى، على واد المقهى، فتحوا تحقيق مثل تحقيق on the spot على بموقع الحدث، تحقيق بشو صار، عم يحاولوا الضحايا لمجرمين. جنود الرب ما كانوا يحضروا قبل فادي الشريق، ما كانوا يحضروا قبل باسم فغالي، they are familiar with the art form of drag. هلأ شو عم بصير؟ شو كل هالتحريض اللي عم بصير؟ وإلى فترة إلى فترة عم تتبلور يلي بقولوا إنه نحنا بروباغندا ونحنا أفكار جايين من الغرب. هيدي الحملة الترهيب والتحريض هيدي هي اللي جاي من الغرب. نحنا بتاريخنا بتاريخ العرب وبتاريخ كل المنطقة بين كوير والكويرية والغير نمطية موجودة بكل تاريخنا، بس ما بيضووا عليها، بفضلوا إنه يحجبوها وبفضلوا إنه يسكتونا ويمحونا. وهيدا كله بيثبت قديش
الدولة فاسدة وكل هيدي الرؤساء لأنهم فاشلين بالأشياء اللي عم يعملوها، بدهم يضلون يلاقوا وسائل لتلهي العالم، مثل ما قبل كانوا عم يطلعوا كرمال اللاجئين السوريين، هلأ عم بيطلعوا على الهوموفوبيا. وتأصدر المولوي قرار بمنع تجمعات خاصة بأفراد مجتمع الميم عين، بدأت الحملة الشعواء على هذا المجتمع. وقتها في كان افراد عم بيقولوا انه خلينا نسكت، مثل ما خلينا نروق، خلينا نمرد، خلينا نصعد. الناس ما حكيت، الناس ما صار في تظاهرات، ما صار في اي فعل على الارض او حتى اي فعل كبير ممكن يستفز هودي القوى الرجعيه والارهابيه. والنتيجه شو كانت؟ انه هيدي القوى استمرت البلطجة، استمرت بالاعتداء على أفراد مجتمع الميم عين، واستمرت بحملتها. نحن بمنحة خطير، لازم يندق الجرس، لازم المجتمع ككل يتحرك، لأنه حنتحول كلنا ضحايا، مش بس مجتمع الميم عين. نحن we are here, we exist, and we're not gonna be silenced أبداً. So بطلب من كل ally إنه now it's the time to speak up, now it's the time to fight. We're not gonna accept this and we won't live in fear. برغم الحملة، برغم العنف، برغم كل شيء، ما حيقدروا يسكتونا، لأنه نحن موجودين وصلنا موجودين عبر عقود وقرون، فمني خايفين.